يلا يا بناتي حلوات، قبل ما ندخل الدرس الجديد عندي كم من سؤال من الدرس اللي طاف، واللي بتجاوبني أكيد لها درجات. أوكي؟ يلا 3 × 5. 15. أيوة برافو يا شطورة. بعد ما اطلعت على كافة التقارير والمستندات، أنا راح أشوف أن الاستراتيجية الثالثة هي الأضمن اللي رحنا راح نمشي فيها هذه السنة. إنزين، الحين راح أرسلكم كافة المستندات و... أسرع شباب، ليه؟ واحد يغلط. لاست وان وان. شباب خلصنا التمرين، امشوا على الجدول اللي اعطيتكم اياه، واشوفكم باكر ان شاء الله نفس الوقت. محمد، اللقطة الثالثة حطها مكان الأولى، أحس هاي أحسن لقطة ممكن نبدأ فيها للفيديو، ومهندس الصوت رفع لي الناتشرال ساوند. عيسى، أمي تقول كلمات عشان الصبح. أوكي، هو يحفظ أمهاتكم يا رب. أوكي، أتوقع هاي أهم نقاط، الفيديو بيطلع وايد أوكي. شكرا شباب.